دكتور وليد، النهاردة القرارات بتاعت البنك المركزي كانت واضحة وضوح الشمس من صباحية ربنا، وهناك الملايين يفرحون ويتهللون بهذا القرار. أول سؤال اللي هو السؤال البديهي، ليه الناس مبسوطة بالقرار ده؟ يعني هو القرار حل أزمة، لأن السوق تجاوز مرحلة سعر الدولار الرسمي، السوق سبقه خلاص. يعني احنا النهارده لما بتتكلم في السوق بتلاقي السيارات مقدره بسعر دولار، الذهب مقدر بسعر دولار معين، قطع الغيار مقدره بسعر دولار معين، الخدمات بيتم تقديرها بسعر دولار معين. فلما السوق يسبق فانت بتبقى محتاج اجراء تصحيحي، لان السعر اللي موجود في البنوك لم يعد سعرا حقيقيا. ده من جانب. من جانب آخر إن حتى المستوردين سواء للسلع أو المستلزمات الإنتاج اللي بيقدروا يحصلوا على الدولار من البنك بالسعر الرسمي بيتأخر تدبيره على ما بيحصلوا عليه، فبيترتب على ذلك إن البضائع بتتراكم في المواني. تراكم البضائع في المواني ده معناه تكلفة على المستورد. يبقى النهاردة اللي هو وفره في إنه يحصل عليه في السعر الرسمي بيلاقيه بيدفع رسوم في الموانئ أرضية طبعا. أرضية. فالنهاردة رجل الأعمال بالنسبة له لما بتدبر له السعر في البنك بتريحه من أنه بيلجأ إلى السوق السوداء، في نفس الوقت حصوله عليه بصورة دورية هيترتب عليه تخفيض في نفقات، مش هيكون فيه بقى تخزين في الموانئ، خلاص القضية دي هتنتهي، الدخول هيبقى سريع فهيوفر عليه في التكلفة، هيقدر يحسب التكلفة الحقيقية. يعني يكفي أن احنا النهاردة لما بنتعامل مع السوق هنعرف سعر يتم حساب السعر عليه. يعني فكرة بعيدا عن جشع التجار، انا ببقى مشفق على التاجر اللي مش عارف يقيم سعر سلعته أو اذا كان مش عارف يقيم فعلا. يعني للاسف انه في نسبه لا باس بها هي عارفه تقيم، بس هو بياخد القرار بتاع يعني اهبش ما استطيع هبشه. هو صعب في ظل اللي كان بيحصل من الارتباك وتوقعات لمزيد من الارتفاعات، وهو مش عارف لما يبيع البضاعة دي بسعر معين لما هيشتريها بأي سعر. في وسط هذه اللخبطة السوق حصل فيه تشوه، وتشوه كبير جدا. بس يا أستاذ يوسف أنا عايز أركز على حاجة معينة. فضل فضل. إن القرار ده قرار لم يكن الإجراء الأول. علشان نوصل لمرحلة تحرير سعر الصرف كان لابد من أن يكون هناك إجراءات تمهيدية كنا بنتابعها كاقتصاديين، لأن القضية مش أنك تحرر، القضية أنك تستطيع وتمتلك القدرة على التحرير. طبعا. الأمور بدأت من السياسة المالية، وده من خلال حزمة مساندة تم تقريرها هتصل إلى المواطنين في شهر 3 مع بزيادة الرواتب وزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور علشان تساعد الناس في تبعات قرار تحرير الصرف. ده من جانب. الجانب الآخر كان هناك قرار من وزارة المالية بوقف البدء في مشروعات جديدة وخفض الإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة إلى بنسبة 15%. كان هناك قرار من الحكومة بتشجيع القطاع الخاص على مزيد من النشاط. صح. من خلال إلغاء المزايا الضريبية للنشاط الاقتصادي الحكومي. كان هناك يعني بالتالي فهناك سياسة مالية من وزارة المالية والحكومة بتمهد لهذا القرار، بينما البنك المركزي ابتدى يشتغل من خلال القرار اللي رفع سعر الفايده، وده كان قرار مهم جدا علشان يكون يمهد لهذه العمليه. الدفعه القويه اللي لولاها كان صعب جدا ان الدوله يكون عندها القدره على التعويم. السيوله الكبيره اللي صح. دخلت الدوله مع اتفاقيه الاستثماري في راس الحكمه، وهذه الدفعه القويه عايزين نقول ان لولا تدخل السيد الرئيس، احيانا بيكون الامر محتاج ورقه جوكر. استاذ يوسف ده الجوكر، الجوكر اللي خل انه التدخل الرئاسي بشكل مباشر في عقد اتفاقات كبرى في بعض الاحوال، ده اللي بيسهل هذه الامور. ده الدفعه القويه اللي طيب. خلت الحكومه تستطيع ان هي تسبق السوق اللي سبقها لفتره معينه. سبق السوق وان الحكومه تسبق السوق، ده المنطقه اللي احنا فيها النهارده اللي جعلت الدوله تسبق السوق واصبحت مطالبه بان تستمر في ذلك السباق وان تسبق السوق وتنظمه ولا تسمح للسوق بان يسبقها مره طيب. اخرى.